على الشارع لا يريد هذه الطبقة السياسية بالكامل. لكن بالنسبة لما يطلبه يعني الشعب اللبناني، هو يريد يعني أن لا يكون هناك ضرائب إضافية لا يتحملها الشارع، أن يكون هناك تحمل للطبقات الغنية للمصارف، سياسات نقدية مختلفة، وربما يريد أشخاص في الحكومة تكون ليست يداها ملطخة بالفساد. فلذلك اليوم النقاش في الشارع هو ليس على ما تحتويه الورقة الاقتصادية، إنما على من قدم هذه الورقة الاقتصادية.